لدى استقبال سموه لجموع من النخب والفعاليات الصحفية والثقافية والمسؤولين. فقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بأن صحافتنا الوطنية نجحت في ملامسة شعور شعب البحرين وعكست بأمانة واقع الحال فيه، فكانت صوتا عاليا للمواطن ودعمت بدورها الإيجابي توجه الحكومة في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وأشاد سموه بالنخب الصحفية من كتاب الأعمدة وأصحاب الرأي والأقلام والفكر، مؤكدا سموه أنه أن تشعبت الرؤى وتعددت الأفكار في هذا الوطن فالجميع يلتقي على هدف واحد وهو مصلحة البحرين وعلو شأنها، ومن هذا ينطلق تقديرنا واعتزازنا بالمواطن البحريني. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من كبار المسؤولين ورجال الصحافة وكتاب الأعمدة والتجار والأكاديميين والمواطنين بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وسعادة السيد عبد الرضا عبد الله خوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء بدور الشباب البحريني وبطموحهم وتحفزهم نحو العمل لرفعة وطنهم وازدهاره، حثا سموه على ضرورة أن يولي الشباب اهتماما متزايدا بحفظ التاريخ لبلدهم وتوثيقه، لأنهم هم من سيواصلوا البناء على ما تحقق في مسيرتنا الوطنية والتنموية. وطلب سموه كتاب الأعمدة والأقلام بأرشفة ما يكتبونه ويوثقونه للأجيال، لأنه لما لذلك من أثر في تنوير الرأي العام ليس حاليا فقط بل حتى في المستقبل. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني وما تموج به المنطقة من أحداث، فأكد سموه على ضرورة تكاتف كافة الجهود الوطنية من أجل أن تبقى البحرين دائما أمنة مستقرة، منوها سموه بأن من أهم أولويات الحكومة هو حفظ الأمن والاستقرار لأنها القاعدة التي تبنى عليها التنمية والتقدم، لذا لن نسمح أبدا بأي عبث بأمننا واستقرارنا، ولن يجد من يسعى إلى أن يخلفنا أو يخلفنا عن مسيرتنا أو يثنينا عن اهتماماتنا وتطلعاتنا نحو النمو والتقدم في أن يجد موطئ قدم له بيننا. وما مر على البحرين من أحداث ونجاحها في الخروج منها سالمة قوية إلا درسا يجب أن يعيه كل من يحاول أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، معربا سموه عن الأسف لوجود من يحاول أن يستغل انفتاح البحرين وما تنعم به من ديمقراطية وحرية تعبير للإضرار بمصالح وطنه. بعدها عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن سعادته الغامرة لزيارته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وبالحفاوة والترحاب الكبير الذي حظي به وهو ما يعكس خصوصية وتميز العلاقات البحرينية السعودية، معتبرا سموه أن الزيارة تجديد لعلاقة متينة بين البلدين بناها الآباء والأجداد. وامتدح سموه مواقف المملكة العربية السعودية المشرفة سائلا المولى عز وجل التوفيق لخادم الحرمين الشريفين في توجهاته لحفظ الأمة والتصدي لمن يحاول تقويض استقرارها، ونوه سموه بالتعاون القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكدا على الحاجة لتوثيق هذا التعاون إلى واقع أكبر بالاتحاد.